بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، اليوم موضوعنا عن تجهيز ماكينة التفريز. وأول عملية التجهيز اللي راح نشتغلها شلون نثبت سكاكين التفريز على الماكينة. الخطوات مال تثبيت سكاكين، خليك وياي حتى تفهم. الخطوة الأولى شو نسوي؟ الخطوة الأولى ننظف سلبة المخروط. عندنا لو تلاحظ من هاي ابني، لاحظ هاي، هذا سلبة مخروط عمود الدوران، تلاحظه منه تروح هذا الجزء المسلوب. شو نسوي؟ ننظفه حسب اللي عندك، عندك فرشة وعندك وصل وعندك غاز، المهم يعني تنظفه من الأتربة، تنظفه من الأتربة أو تنظفه من الأوساخ الموجودة به. وبورا ما كملت التنظيف مالته، تأكدت إنه الجزء هذا أصبح نظيف، مخروط عمود الدوران، تجي المرحلة اللي بعدها إنه تنظف مخروط حامل السكاكين. لاحظ طبعاً هذا المخروط يعني نظيف ما يحتاج له، بس إحنا نقوله خاف أكو أتربة، أنت شو تسوي؟ أو أكو زيت أو كذا، تنظف تنظيف جيد. وبورا ما نظفته وتأكدت من عنده، شو تسوي؟ تجي تشيله بهالصورة. طبعاً قبلها لازم شنو عندك؟ هاي الحلقات أيضاً تتنظف. شلون تنفتح هاي الحلقات حلقة حلقة، تلزمها وتبدي تنظفها من الداخل. تلاحظ بهالصورة انه شنو، تتأكد من النظافة مالتها. ورا ما تتأكد شو تسوي؟ تنظفت الحلقات طبعا، حلقة حلقة تسحبها وتنظفها تدريجي، تتأكد من عدها. وبورا ما تتأكد من عدها ابني، تسوي تجيب السكينة مالتك ايضا الداخل مالتها، ايضا تتأكد من النظافة مالته، تتأكد من تنظيفه بصورة جيدة. وبورا ما تتأكد ابني، تجي تدخله في حامل السكاكين. لاحظ بابا، تدخل سكين في حامل السكاكين.